الجيش الحر يعلن سيطرة ميليشيا حزب الله وقوات النظام على مدينة تلكلخ. أطلعنا على ما يجري هناك. مدينة حمص غالبا أو في مدينة تلكلخ، بعد أن أعلن الجيش الحر سيطرته على مدينة تلكلخ، النظام يضع كل ثقله على أي منطقة معينة، إن كان في نعم الريف الجنوبي من أجل التحضير أو بما يسمى بالدولة العلوية، بالتحضير للاستيلاء، إن كان على القصير سابقا بالإضافة إلى تلكلخ. الآن يحاول السيطرة على عدة مناطق حيوية ومهمة، بسبب أول يعني بسبب أول نقص الذخيرة المتواجدة للجيش الحر، بالإضافة لوضع الثقل الكامل نعم إن كان من الجيش النظامي، و بالإضافة لاشتراك مقاتلين من إن كان جيش المهدي، بالإضافة إلى قوات حزب الله. فأصبح الثوار في موقف خطير جدا، بالإضافة إلى الوضع المتدهور في لبنان كما يشاهده الجميع. فببساطة جدا لم يستطيعوا الثوار المقاومة، لديهم منذ البارحة تتعرض المدينة إلى قصف عنيف لراجمات الصواريخ، بالإضافة إلى المدفعية وقذائف الدبابات من اقتحام من عدة محاور. فكانت من الطبيعي أو من الأولى للحفاظ على أرواح الناس أن بالانسحاب يسحب التكتيكي. الجيش الحر، لكن هناك حديث عن إعدامات ميدانية بحق المدنيين في تلكلخ من قبل ميليشيا حزب الله. هل لديك معلومات عن كيفية هذه الإعدامات وما هي حصيلة هذه الجريمة؟ في كل مرحلة، في كل دخول للجيش النظامي أو حتى في الجديد الآن من دخول حزب الله إلى المناطق التي تتعرض إلى اقتحامات، يكون إن كان ذبحا بالسكاكين أو حتى بالإعدامات الميدانية بالرصاص الحي، بالإضافة إلى القصف المواقع التي تركز فيها المدنيين بكافة الأسلحة، يعني يكون متركز المدنيين في أحد الأقبية، يتعرض هذا المكان إلى قصف عنيف جدا جدا من أجل إيقاع أكبر خسائر المدنيين، من أجل رعاب الناس، رعاب الأهالي، بسبب التحضير أو تهجير الأهالي وزيادة عدد النازحين. نعم أبو محمد مراسل شبكة شام، كنت معنا من حمص.